حلو، في البداية نبدأ مع الزميل العزيز عمرو مختار من مقر إقامة منتخبنا الوطني. عمرو، تحياتي ليك. قول لي إيه آخر أخبار منتخبنا الوطني؟ الدنيا مطمئنة عندك؟ طمنا على كل الجديد. تحياتي ليك زميل العزيز أيمن مصطفى، يمكن هنا من داخل معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم. خليني أقول لك النهاردة اللاعيبة فطروا الساعة 10 صباحا، ثم الساعة 2 دورا كان الغداء، بعد الساعة 2 كان هناك المحاضرة الفنية للكابتن حسام حسن بمجموعة جميع اللاعبين. خليني أقول لك المحاضرة اللي قال فيها التشكيل، يمكن الكابتن حسام حسن يمكن حير الجميع أمس أو في خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا في المعسكر، كان بيلعب بخطط معينه، يغير لعيب يحط لعيب. يمكن بعض اللي طلع من التشكيله هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعه، وهيكون معاه عبد المنعم، هيكون هاني وحمدي فتحي وامام عاشور ومروان عطيه، زيزو، صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. خلينا اقول لك الاجواء بقى الجميله اللي ما حدث امس هو اجتماع السيد وزير الشباب والرياضه مع الجهاز الفني واللاعبين. يمكن الوزير قال لهم الدعم كامل لكل اللعيبه والجهاز الفني، احنا وراكم. يمكن منظر الجمهور، يمكن خليني اقول لك ايمن، واحنا مع اللعيبه اثناء تناول الغداء، اللعيبه وهي خارجه من تناول الغداء، اللعيبه فرحانه بتشوف على السوشيال ميديا الجمهور وتفاعل الجمهور اللي مقبل على الاستاد، وان هو الاستاد ان شاء الله يكون مليان النهارده. الوزير اكد للدعم الكامل ليكم. الكابتن ابراهيم حسن شكر معالي الوزير وقال للعيبه انتوا قد المسؤوليه النهارده، انتوا هتفرحوا الجمهور مصر زي ما الاهلي وزي ما الزمالك فرحوا الجمهور في البطوله في الكونفدراليه ودوري الابطال، انتوا هتفرحوا الشعب كله النهارده. محمد صلاح بقى والكابتن والقائد قال للاعيبه ان احنا ان شاء الله، قال للكابتن حسام والكابتن ابراهيم ومعالي الوزير، احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل كل اللي في وسعنا، احنا عايزين نعمل حاجه مع الجهاز الفني الجديد، علاقه اكثر من رائعه، يمكن تجاوب، تجانس، ثقه. خلينا اقول لك برده اللاعيبه واخده الاصرار على الفوز النهارده لان هو هيريحنا بشكل كبير ان شاء الله لو كسبنا في هذه المباراه والمباراه القادمه. كل الامان وكل يمني النفس هنا من امام معسكر منتخبنا الوطني. عبد الليك زميل عزيز ايمن مصطفى. والله يا عمرو، فعلا احنا سمعنا مليون تشكيل متوقع لمنتخبنا الوطني، لكن ايا كان مين اللي موجود اكيد هندعمه. شكرا للزميل العزيز عمرو مختار من امام مقر اقامه منتخبنا الوطني.